الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن بعد 300 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وهو المجلس الثاني في شرح كتاب السنة من هذا الكتاب الجليل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب مجانبة أهل الأهواء. حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. نعم، هذا باب في مجانبة أهل الأهواء وبغضهم أو بغضهم. والكلام عن مجانبة أهل الأهواء وترك مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع والضلالات، سواء كان ذلك على سبيل الجلوس والانبساط إليهم أو على سبيل مناقشتهم ومناظرتهم وكذا، كل ذلك محرم، ما يجوز. لا يجوز انبساط لأهل الأهواء، لأن معنى ذلك أن هذا فيه نوع من محبتهم وكذا. لكن هذا الأصل. هناك مواضع استثناء تختلف. هذا في مراحل قوة السنة وقوة أهل العلم الذين يدعون إلى السنة. أما في حال ضعف أهل السنة وقوة أهل البدع، وحينما يكون أهل البدع هم أصحاب السلطان وأصحاب، مثل ما حصل في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل هناك ما هو أشد من زمن الإمام أحمد، مثل إخواننا أيام كان الوضع في سوريا. إظهار السنة كان أمر من الأمور الصعبة جدا، وإظهار قمع المبتدعة ومحاربة البدعة، هذا كان ربما يؤدي إلى أن يسجن الإنسان وأن يعاقب بأشد العقوبات. الكلام في بعض المبتدعة ربما يؤدي إلى الإعدام، القتل. وبالتالي فلا بد من يعني النظر إلى الموضع الذي يكون فيه الاعتزال لأهل البدع والبعد عنهم والمجانبة لهم. نحن مررنا في هذه البلاد في مراحل كانت مهاجرة أهل البدع تعني أن تترك المساجد أو أن تترك كل يعني لقاء بينك وبين إخوانك، لأن هؤلاء كانوا في كل مكان في كل وقت. حتى إن شيخنا رحمه الله تعالى كان له كلام يعني ملخصه أن إذا أردنا أن نهاجر أهل البدع، أو إن هذا الزمن الذي نحن فيه ليس زمن مهاجرة أهل البدع، أو ليس زمن اعتزال أهل البدع. ذاك الزمان، الآن قويت السنة، قوي أهل السنة وظهرت السنة مع وجود البدع وظهورها. ولا شك أن هذا الزمان يختلف، وأنه يمكن للإنسان الآن أن يجانب أهل البدع وأن يعتزلهم وأن لا يجالسهم. ولكن مع ذلك فالكلام عنا في هذه البلاد ليس كالكلام عن إخواننا مثلا في بلاد الحجاز. لماذا؟ لأن السنة هناك هي الظاهرة، والدولة تنصر السنة، وبالتالي فالمبتدعة مقموعون، فقمعهم واعتزالهم وترك مجالستهم وترك مجاملتهم في كل المواضع ليس فيه أدنى ضرر على أهل السنة، بل على العكس فيه قمع البدعة وكذا، وربما يكون ذلك سببا في أن يترك الإنسان البدعة، أو على الأقل أن يلتفت ويفهم ما هي السنة
حتى لا يبقى مع المقموع. فهذه القضية لابد من أن تكون مدروسة بعناية. أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في هذا حديثا ضعيفا، أو يعني مما أورده في هذا أورد هذا الحديث الضعيف، وسبب ضعفه هو أنه قال عن رجل، ونحن نقول إذا يعني إما أن يكون الرجل مجهولا أو مبهما أو مهملا، هذا أي واحد منهم؟ مبهم. مبهم يعني أنه ذكر شيئا نكرة، واضح؟ رجل عن شيخ عن إلى آخره، فهذا كله يسمى بالمبهم. المهمل هو الذي يسميه ولكنه لا يميزه بنسبة أو غيرها، والمجهول هو الذي يسميه ولكنه يعني لا يعرف الرجل حتى لو نسبه، حتى لو يعني ذكر اسمه كاملا، لا، إما لأنه لا يعرف حاله مع معرفتنا لشخصه، أو أنه لا تعرف عين الرجل لا يتعين مهما كان. لكن مع ذلك هذا الحديث يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. وأما استشهاد المحقق لهذا الحديث بما استشهد فلا يصلح شاهدا، هذا الحديث ضعيف لا يصلح ما استشهد به المحقق شاهدا. وهذا غريب، يعني كثير من الشواهد التي تذكر ليست بلفظ المستشهد له ولا بمعناه، وإنما في موضوعه، هذا لا يصلح شاهدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن الصرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا قال علي: تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته. نعم، يعني هذا الباب يقول: باب ترك السلام على أهل الأهواء، يعني لا تسلم عليه، وإذا سلم عليك أن لا ترد عليه. الأصل أن السلام هو من حق المسلم، إفشاء السلام ورد السلام واجب، واجب، وهو أشد يعني طلبا من إفشاء السلام. ومع ذلك فإنه إذا كان المبتدع موجودا ولم تسلم عليه فهذا نوع من اعتزال المبتدع وترك الانبساط إليه وقمع ومهاجرة مجانبة المبتدعة حتى بالسلام. وإذا سلم عليك لا ترد عليه السلام. فإذا كان من ارتكب معصية يفعل به هذا، فالذي يفعل البدعة يفعل به ذلك من باب أولى، لكن بشرط أن يكون هذا الذي وقع في البدعة يعلم بذلك. أما إذا كان الذي وقع في البدعة لا يعلم أن هذه بدعة، وإنما يعني وقع فيها عن اجتهاد أو عن تقليد لمن يعني يثق بعلمه ودينه وهو ليس أهلا لمعرفة ذلك، فحينئذ لا يقمع ولا يعني يترك رد السلام عليه ولا يجتنب. فكعب بن مالك وصاحباه كانوا يعرفون أن هذا الذي وقعوا فيه من الحرام وبالتالي فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزالهم وترك الكلام معهم، نهى عن كلامهم. وطبعا هذا نلحظ هذا يصلح للباب الذي سيأتي، طبعا هو ما زال الكلام عن الباب الذي سبق، ذكرت الباب هذا لكن هو في الباب الذي سبق وباب مجانبة أهل البدع، يصلح الباب الذي سيأتي. وفيه أن كعب بن مالك، طبعا حديث في الصحيحين أصله في الصحيحين ومفصل في صحيح مسلم، فيه أنه لما زادت عليهم شقة المجانبة والاعتزال لهم
خرج إلى ابن عمه أبي قتادة الأنصاري وكان أحب الناس إليه، فتسور الجدار نزل إليه وسلم عليه، قال: فنظرت إليه شفتيه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فنشدته الثانية فسكت، فنشدته الثالثة فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي ثم انطلقت، إلى آخر الحديث. فكان هذا منه يعني كانت معاملة شديدة، وهذا هو المناسب، أن لا تأخذنا الرحمة والرأفة يعني مبعدة لنا عن ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الرأفة والرحمة في موضعها. الذي يكون مرتكبا للمعاصي والذنوب ويمكننا قمعه، يمكننا الضغط عليه من خلال اعتزاله ومجانبته، فهذا الذي ينبغي، مهاجرة أهل المعاصي وأهل البدع. أما إذا كان هذا الشيء يزيده فسادا وينطلق ليجتمع بغيره، كعب بن مالك كان يقول: كان لا يسلم علي أو لا يرد علي السلام إلا المنافقون، ما يجد إلا المنافقين لرد السلام، ولم يجد أحدا يعني يواسيه من أهل الإيمان، فهذا كان شديدا عليه. بخلاف الناس الآن، العاصي إذا أنت هجرته ربما بعض العصاة يعني يمكن أن يكون مثلا أخا لك شقيقا هذا العاصي، فيترك البيت ويجد بيوتا كثيرة تفتح له ليقع في أشد من تلك المعاصي. بعض الناس يطرد يعني أحدا من عياله من إخوانه من كذا في لحظة ما لأنه وقع في معصية، وإذا به ينطلق إلى بيت صديق أو حميم أو قريب أو كذا، فتكون بداية معاقرة المخدرات مرة واحدة. واضح هذا الأمر؟ فإذا رجع مرة ثانية وقال له: هل رأيت ماذا فعلت بي؟ أنا فعلت كذا وكذا، يقول له: كذلك مرة ثانية تفعل هذا الأمر والله لا ترجع إلى البيت، وكأنه يحكم عليه بأن يقع في هذا. ليس من الحكمة. قضية المهاجرة والاعتزال للأشخاص معين لابد أن يكون فيها إيش؟ فيها نوع من الحكمة. وإذا كنت ليس عندك علم في ذلك، لابد من استفتاء أهل العلم. نحن في زمان أهل المعاصي والذنوب وأهل البدع متوفرون فيه كثيرا، وعندهم القدرة على احتضان أي شخص يمكن أن تهاجره، فلنكن على حذر من هذه القضية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك السلام على أهل الأهواء. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال: اذهب فاغسل هذا عني. أيضا هذا الحديث فيه ضعف، وما أدري أين حسنه شيخنا ونخلوا تحسينه. على كل حال، الحديث فيه انقطاع بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر، جاء في بعض الروايات عن رجل، وهذا الانقطاع يعني أن الحديث لا يصح، ولكن الحديث السابق يغني عنه. وكذلك الحديث السابق فيه أنه كان إذا جاء يعني يذكر أن صاحبيه يعني هلال ابن أمية ومرار ابن الربيع جلس في البيت يبكيان، وهو كان أشبهم، وكان يذهب ويذهب إلى السوق وينطلق ويسلم على الناس ما أحد يسلم عليه، ويذهب إلى المسجد يسلم وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل حرك شفتيه. يقول: فكنت إذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عني. فكان هذا الإعراض الشديد كذا هذا موجود، وبالتالي هذا الحديث يغني عن هذا الحديث الضعيف. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حمام عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة أنه اعتل بعيرا لصفية بنت حيي وعند زينب فقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا،
فقالت أنا أعطي تلك اليهودية؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها على الحجة والمحرمة وبعض الصفر. أيضا هذا الحديث لا يصح، ففيه سمية هذه، وسمية لم يروي عنها غير ثابت البناني، قال فيها ابن حجر مقبولة، مقبولة يعني لأنه لم يروي عنها غير ثابت، هذا غير ثابت البناني رحمه الله. وتعلمون أن الراوي إذا لم يعرف إلا برواية رجل واحد عنه فإنه يكون مجهول العين، يعني ضعيفا. وهذا الحديث فيه زيادة في قضية الهجران مدة طويلة، فإن قال قائل كيف يمكن أن الحديث ضعيف؟ طبعا لكن هجران الثلاثة الذين خلفوا 50 يوم حتى نزلت التوبة، كيف يمكن أن يكون هذه المهاجرة هذه المدة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 فيلتقيان في عرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ الجواب أن ذاك إنما يكون في هجران ليس مبنيا على لأمر شرعي، يعني من أجل مهاجرة، من أجل المعصية، من أجل البدع، وإنما هي مهاجرة من أجل أمر حصل بينهما، لنقل أمر شخصي، هو مثلا أساء إليه لأمر الدنيا إلى آخره. فمثل هذا يعني يباح للإنسان الهجر الليلة أو اليوم إلى الليل، لكن لا يستمر، فإن فعل كره في حقه ذلك. يعني يجوز للمسلم أن يعرض عن أخيه بسبب أمر شخصي، لأن منع هذا قد يكون أمرا عسرا، لكن هذا لا يستمر، يعني هذا الذي يكون في نفس الإنسان لا يستمر مدى الحياة. يمكن للإنسان أنه إذا ذهبت فورة غضبه أن يسيطر على نفسه، فإذا دخل اليوم الثاني زادت كراهة ذلك، حتى إذا انتهت 3 أيام فيجب على المسلم أن يراجع أخاه، ما يجوز له أن يستمر في ذلك. فإن تمت الثلاثة الأيام وزاد عن ذلك وقع في الحرام، أو الذي يمتنع من مراجعة نفسه، يمكن واحد منهم يعني أراد المراجعة والآخر صده، فالذي يصده حينئذ يكون واقعا في المحرم. الذي يبتدئ بالسلام يكون خيرا الرجلين. طبعا هذا الكلام في الجملة، فأما إذا كان الأمر السبب في المهاجرة لأنه عاصي، أو لأنه يعني لأن اللقاء معه يدعوه إلى المعصية، لأن اللقاء معه يزيد في المعصية، لأنه من أهل البدع إلى آخره، فهذا يستمر في مهاجرته إلى أن تنتهي الحكمة، أو يعني إلى أن تنقضي الفائدة من مهاجرته. أما إذا كانت مهاجرة لا منفعة فيها فليس الأصل مهاجرة، المهاجرة مبنية على المصالح والمفاسد، بحسب المصالح والمفاسد، قضية سياسة شرعية وليست قضية تعبدية، يعني تتعلق، لابد من الاجتهاد في هذا الأمر. تنظر بعض الناس إذا هاجرته قد يزيد وقد ينقص، وقد يستغل أنك هاجرته ثم يعني يشوه صورتك ويتكلم فيك، يمكن أن يقول انظر هؤلاء أهل السنة كيف يعني أشكالهم يعني غاضبة ولا يبتسمون إلى آخره، ولا يبتسم أحدهم إلا إلى صاحبه، لا يسلم إلا على صاحبه أو على من كان على منهجه وكذا. وأهل البدع كثر، يستطيع أن يبث ذلك فيهم، كثير منهم ما زال من المبتدئين في الدين، وإنما هو بين الناس فيسمع من أهل البدع فيميل بسبب ذلك إلى أهل البدع، لابد من السياسة الشرعية في هذا الجانب. وعلى كل حال هذا الحديث الذي ذكر أنها قالت إنها يهودية، هذا موجود في الناس، واحد أسلم كان نصراني وأسلم، الناس تقول له هذا فلان كنت نصرانيا أو هذا النصراني أو كذا، واضح هذا موجود. ويذكر أن رجلا كان يهوديا فأسلم، فكان رجل من المسلمين يناظره، وكان اليهودي صاحب حجة قوية، فكلما ناظره المسلم انقطع، وهو صار مسلما، فلما انقطع عدة مرات قال له كنت يهوديا فأسلمت،
فقال له: أفبئس ما صنعت؟ أفبئس ما صنعت؟ كنت يهوديا فأسلمت، هذا الأمر سيء. فالشاهد من كلام أنه لا يجوز لمسلم أن يعير آخر بالدين الذي كان عليه، ولا يعيره بالمعصية التي تاب منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجدال. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. نعم، هذا باب النهي عن الجدال في القرآن. تكلمنا عن شيء يتعلق بها عن طرف يعني من هذا الموضوع في الأسئلة في المجلس السابق. فمن الأشياء المنكرة مجالسة أهل الأهواء، وأما إذا وصل الأمر إلى المجادلة في القرآن فلا شك أن هذا أفظع وأعظم. والمقصود المجادلة المبنية على التعنت، وليس المجادلة بالتي هي أحسن، وليست مجادلة من مجادلته يعني تكون سببا في هدايته. فمثلا أن يتجادل اثنان في آية أحدهما يقول بالإنكار والآخر يقول بالإثبات، هذا جدل ضار وجدل منكر، يعني جدل في تناقض. أما أحدهما يقول لم أفهم والآخر أراد إفهامه وقال له يعني دليلك غير واضح فأوضحه، لا مانع من هذا، وهذا من الواجب، هذا من الواجب. وربنا عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن الجدل في القرآن بمعنى أن يضرب بعضه ببعض هذا أمر منكر. ونبينا عليه الصلاة والسلام خرج مرة من بيته فرأى أصحابه، أو في المسجد فرأى أصحابه يتكلمون أو يتجادلون في القدر أو في القرآن، لا أذكر الآن، لكنه كان هناك جدل، فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان شدة الغضب، صار وجهه أحمر، فقال فأنكر عليهم ذلك إنكارا شديدا وقال فيهم قولا شديدا. المراء في القرآن كفر. المراء هو من أنواع الجدل، والمقصود أن هذا النوع من الجدل غير مفيد، ليس فيه فائدة، وكفر هو من أنواع الكفر. وليس المقصود أن كل من وقع في جدل بينه وبين آخر أنه يخرج من ملة الإسلام، ولكنه نوع من أنواع الكفر. فهل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ كفر أصغر وهذا الأصل، وكفر أكبر إذا أدى إلى الكفر الأكبر. الأصل أنه كفر أصغر. لماذا؟ لأن الأصل في المسلم أنه إذا ذكر له أن فعلك هذا كفر نصوص الشرعية فلا ينطلق أو فلا يطلق على الكفر الأكبر، لأن الكفر الأكبر ردة، والكفر يجوز حمله على هذا وهذا، وطالما أنه يجوز حمل الكفر على هذا وهذا فيحمل فورا على الكفر الأصغر لاحتماله، ولأن إسلامه ثبت بيقين فلا ينفع عنه إلا بيقين. طيب، هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن وقاص الليثي، وهو الصدوق اللي هو تكلمنا عن هذه القضية وقلنا إنه يعني في درجة حسن الحديث استحق أكثر من هذا، ومع ذلك فهو متابع، فالحديث حسن لذاته صحيح لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في لزوم السنة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أخبرنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن الحداد بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه،
فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراءة. نعم، هذا الباب قال باب في لزوم السنة، ويقصد أبو داود رحمه الله تعالى في هذا الباب، يقصد بهذا الباب أي لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانت غير مقرونة بقرآن، يعني لو لم يجئ من القرآن ما يدل على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنته تستقل بالتشريع ويلزم الأمة أن تأخذ بها، ولا يكون الرجل ملتزما بالسنة حتى يعمل بذلك، حتى يعمل بالسنة التي لم يأتي القرآن بما يدل عليها. ثم جاء النبي عليه ذكر أبو داود رحمه الله تعالى ما ذكره هنا من الحديث، حديث إسناده صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذه الجملة جاءت في بعض الأحيان مقدمة على جملة متكئ على أريكته، وأحيانا جاءت مؤخرة عنها، وفي الجملة تدل على أنه تستقل السنة النبوية بإثبات التشريع وبوجوب العلم عن القرآن الكريم، وأنها في تثبيت الأحكام وجوب العلم بما دلت عليه مثل القرآن الكريم. إذن ما الفرق بينهما وكيف نقدم القرآن؟ نقدمه لأنه كلام الله حيث المنزلة والفضل، وأنه يتعبد بتلاوته، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا جاء عندنا حديث نؤخره عن القرآن في الاستدلال، فالقرآن والسنة منزلة واحدة في الاستدلال. فإن قال قائل يعني القرآن متواتر والسنة أحد مثلا، لو فرض هذا الكلام، فنقول ما ذكرنا في المجلس السابق في الأسئلة، إن هذا التفريق تفريق مبتدع من تفريقات أهل الكلام، هم الذين قالوا المتواتر يوجب العلم وأما الأحاد فيوجب الظن، هذا كلام غير صحيح، فإن الأحاد قد يقترن بما يعني يدل على أنه يوجب العلم كما أن المتواتر يدل على ذلك، هذا من جانب. ومن جانب آخر، السنة النبوية أحيانا تكون متواترة وأحيانا تكون أحادا، ومنها ما هو صحيح غريب ومنها ما هو حسن، فحتى السنة نفسها يمكن أن يكون بينها نوع من الترجيح، فماذا ترجح؟ هذا السؤال هل يعني أننا نقول أنه لا يوجد ترجيح بين السنة والقرآن؟ نقول بين السنة والسنة يمكن الترجيح، يمكن أن يكون عندنا حديثان أحدهما صحيح والآخر أشد صحة، ونقدم الأشد صحة في بعض الأحوال، لكن لو كان في القرآن نص في حكم شرعي ولكنه ليس واضحا في جانب معين، والحديث النبوي واضح في ذلك الجانب، نقدم الواضح وليس نقدم النص القرآني، بل نقدم ما هو أوضح. فمثلا القرآن دلنا على أن الميتة والدم محرمان، وأما السنة فبينت لنا أن الميتة والدم محرمان إلا الكبد والطحال والسمك والجراد. ماذا نفعل؟ نترك السنة لأن القرآن دل على أن السمك والجراد محرمان في الجملة؟ ها؟ نعم، هناك نصوص من القرآن يعني في البحر أحل لكم صيد البحر يعني، لكن الجراد. فالشاهد من كلام أن السنة قد تستقل بإثبات حكم، والقرآن قد جاء بحكم عام في الظاهر قد تخالف بعض أفراد العام، يعني لا تخالف القرآن، تخالف بعض أفراد العام، نقدمها ولا ما نقدمها؟ نقدم ما ظهر، وليس في هذا معارضة بين كتاب والسنة ولا ترجيح للسنة على القرآن، وإنما فيه الأخذ بالأوضح والأظهر. واضح الأمر؟ السنة تستقل بإيجاب العلم في مسائل الاعتقاد وفي التشريع وفي إثبات الفضائل الأعمال وغير ذلك من الأمور. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما ما جاء عن بعض أهل العلم أنه إنما يعني يستدل بالقرآن، فإن لم يوجد فبالسنة، فإن لم يوجد فبالاجتهاد، أو قرآن ثم سنة ثم إجماع ثم قياس إلى آخره، هذا الترتيب نظري، ناحية العملية لا نبدأ بالبحث عن الآية في القرآن الكريم، الآن الأحكام الشرعية مستقرة،
قد لا يكون في المسألة إلا دليل من السنة مثلا، ما يقول واحد والله نحن تعلمنا أنه القرآن ثم السنة، انتظر حتى أنظر في القرآن، لا، الأدلة الشرعية استقرت، انتهت القضية. فما وجد من الدليل الكافي في ذلك سواء كان قرآنا أو سنة صحيحة يستدل به، ولا يعتمد الإنسان على نظره الخاص في القرآن أو في السنة، فإنه قد اجتمعت هذه النصوص وجمعت في المواضع المعينة وعرفت مضان الأحكام في الكتب، فالأمر لم يبقى متروكا لديك. طيب هذا واحد. اثنين، قوله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، هذه المثلية ليست في الفضل، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولو أن إنسانا قال كلام الله ككلام البشر يكفر، فهو مثله، ليس مثله في كونه كلاما مثل كلام الله، لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أن إنسانا قال إن كلام الله قول للبشر لكفر، وقد أخبر الله وقد ذم الله عز وجل وعاب من قال إنه قول البشر وتوعده بسخر. أما قوله ومثله معه يقول صلى الله عليه وسلم وليس نحن الذين نقول، يعني في ماذا؟ في إثبات الأحكام. ثم بين وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى المعنى الذي أراده، حيث قال ألا يوشك رجل شبعان، يعني إذن هذا الذي سيحصل هو المخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أوجبه وبينه من أن السنة مثل القرآن في الاستدلال. ألا يوشك رجل شبعان، وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعثه الله عز وجل إلى الناس وكان معه أصحابه، حملوا القرآن على بطون جائعة ومتون مجتهدة تعبة، وبذلوا النفيس والغالي وكل شيء في سبيل تحصيل هذا وإيصاله إلى الناس. ثم يأتي في آخر الزمان رجل متكئ على ركبته، دليل على الراحة، أنه لا يتحرك ولا يذهب ولا يأتي ولا يجتهد في تحصيل شيء من العلم وهو شبعان، وبالتالي فهذا يعني من فضول الكلام بالنسبة له. ثم يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. اشتغلوا بنفسكم، السنة النبوية مكتبة كبيرة جدا، لماذا البحث بها؟ هات المصحف. لا، هذا الذي ألقى القرآن وراء ظهره واتخذ القرآن وراءه ظهريا، لأن القرآن ما قال لك خذ القرآن ثم دع السنة، بل القرآن قال لك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه هو الأصل في التشريع عليه الصلاة والسلام، والقرآن هو بلاغ النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بالقرآن ولا بلغه كيف يصل إلى الناس؟ فإذا كنا نصدقه بخبر السماء فلا نصدقه بالخبر يخبر به عن نفسه عليه الصلاة والسلام؟ الشاهد من الكلام أن هذا الصنف من الناس حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ألا، ثم ذكر بعض الأحكام غير المذكورة في القرآن الكريم، أيضا إشارة إلى بيان مقصوده من إيش؟ ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. قال ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، هذا موجود في القرآن غير موجود؟ غير موجود. نلتزم بهذا ولا نقول لم نجده في القرآن؟ طيب، ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، لأن بعض الناس قد يعني يستهين بالمعاهد بأخذ ماله. قال ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني أن يقدموا له القراء الضيافة، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، يعني أن يتبعهم وأن يجازيهم على ما قصروا معه فيه، أو أنه يطلب العوض والبدل عن الذي قصروا فيه. والمقصود بهذا الإنسان المحتاج، يعني إنسان نزل عليهم محتاجا فبات عندهم أو يعني مكث عندهم يعني ضيافته، فلم يقدموا له ما يحتاج إليه، فله الحق في مطالبتهم ببدل ما يستحقه عليهم من القراء. أما اليوم الأول فهو الذي فيه الإحسان والإكرام والبذل، وهذا الفضل. وأما ثلاثة الأيام إن بقي عندهم ثلاثة أيام فإنه يلزمهم أن يعطوه كفايته، أن يطعموه وأن يسقوه كفايته، وهذا لازم، وهذا من حق المسلم إذا نزل في
إذا نزل على المسلم. وليس المقصود من هذا أن إنسانا مر على بيت إنسان وقال له السلام عليكم أنا ضيف، فله أن يقول له ارجع. أما إذا نزل عنده فلا بد أن يضيفه حينئذ، ولا سيما إذا كان من أهل الحاجة. إذا لم يكن من أهل الحاجة فإنه ليس له ذلك. يعني ليس كل إنسان، يعني واحد من الأغنياء نزل عند إنسان وأنا أعرف أنه غني ولا أريد أن أضيفه، لأن هذا الرجل يعني إذا قدمت له شيء ربما يعني يسخر مني. إذا رأى الكأس غير المزخرف يقول لك إيش تقدم لي شاي في هذا الكأس، وإذا رأى الطعام الذي يأكله فقراء الناس لا يعجبه ذلك. يعني الإنسان الذي عنده زهد وكذا لا لا قد لا يقدم يعني الكثير، ما عنده قدرة، أقصد يعني ما عنده قدرة، وليس الذي عنده زهد، لأن الذي عنده زهد قد يقدم للآخرين أضعاف ما يأكله هو، لكنه هو في نفسه ربما لا يأكل ذلك، فربما لا يقبل بذلك بعض الأغنياء، وهذا لا يلزمنا أن نطعمه كما يشاء. واضح؟ الشاهد من كلام أن المحتاج الذي نزل ضيفا عليك واستضفته وأبقيته في بيتك ثم أبقيته من غير طعام ولا شراب له الحق في ماذا؟ في أن يطلب العوض عما قصرت معه فيه. ما فائدة هذه الأشياء، هذه النصوص أو هذه أحكام تضمنتها السنة؟ ما تضمنها القرآن؟ يلزم ولا ما يلزم العمل بها؟ يلزم العمل. فيجيئك واحد ويقول هذا الحديث ليس في موضع خلافنا، خلافنا في أن الحديث يدل على الأمور الظنية والأمور العملية، هذه أمور ظنية. أما الاعتقادات وما يتعلق بالجنة والنار وغير ذلك هذه تحتاج إلى إيش؟ إلى متواتر مثلا. كيف الجواب عليه هذا؟ هو منهج مبتدع، لكن فيه جواب آخر يعني أنه عكس القضية. تفضل. إيه في يعني في عنده قول متواتر في ذلك ولا لا؟ عنده نص متواتر على الذي يقول ولا لا؟ يحتاج إلى تواتر. طيب أيضا لا يعرف هذا التفريق لا عن الصحابة ولا من بعدهم، بل الإجماع منعقد على وجوب العمل بالسنة إلى أن خرج هؤلاء المتكلمون المبتدعون والذين شنع عليهم أهل السنة وأئمتهم، حيث قال الإمام الشافعي حكمي في أهل الكتاب أن يضربوا بالجريد في أهل الكلام حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بالقبائل في القبائل ويقال ها 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 هؤلاء هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك الكتاب والسنة. الشاهد من كلام أنه هذا هو وقع القوم. أيضا من ذلك أن يقال عكستم القضية، فإن أهل السنة إذا تكلموا عن أخبار الجنة والنار، يعني إذا قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء أنه من صلى، لنفرض مثلا حديث في سنة الفجر، سنة الفجر ثابتة، فجاء حديث مثلا لا لاحظ حكم شرعي ثابت الآن، فقال في الحديث الثابت من صلى سنة الفجر فله مثلا درجة في الجنة، حديث ضعيف لكن ضعف شديد، ضعف خفيف ما هو بشديد، يستسهلون في الأمر. بينما لو قال من صلى ركعتين لنفرض مثلا في وقت ليس فيه حكم شرعي يعني ما فيه عمل، من صلى ركعتين وأثبت ركعتين في غير وقت ثابت فإنهم ينكرون ذلك أشد الإنكار إلا أن يأتي بحديث صحيح. واضح الفرق؟ أن ما يترتب من أحكام من, من, من أخبار الجنة والنار التي الأصل في الجنة التبشير والنار التخويف والإنذار، والجنة تذكر إن للمتقين مفازة ومن عمل كذا وكذا فله كذا وكذا في الجنة، هذه الأخبار التي هي فضائل الأعمال يستهينون يعني ليس يستهينون وإنما يعني يتسامحون في ذكرها، يعني يخففون لا يشددون. واضح؟ وأما إذا جاء العمل فإنهم يشددون. أهل الكتاب أهل الكلام ماذا يفعلون؟ يقول لك لا هذا الحديث يجوز العمل فيه، يجوز العمل فيه في قضايا العملية ولا يجوز القضايا الاعتقادية. كثير من القضايا الاعتقادية فضائل الأعمال اعتقادية، فهو عكس منهج أهل السنة والجماعة، لكن القوم يعني منكوسوا الدين، ديانتهم منكوسة ليست على ديانة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من فهم القضية. إذن لزوم السنة ولو لم تأتي في القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب، أخبرني أبو صخر عن نافع قال: كأن أحمد بن حنبل، حديث عن أحمد. حديث أحمد بن حنبل هذا هو. نعم، هذا عندكم؟ نعم. قل حديث أحمد الذي فيه. حدثنا أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد بن نفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. لا ألفين. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. هذا الحديث يعني يماثل الحديث السابق، يشبهه كثيرا، وفيه ذكر الاتكاء. يعني هذه الطريقة تدل على أنه يعني فيه نوع من الترفع والتكبر وكذا، وعدم تأدب مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يسأل عن الأمر مثلا أو يذكر الأمر فيكون يعني متكئا، يعني شبه الضجاع، ومع ذلك ويتكلم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتأدب مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا في غاية القبح هذا الصنيع. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يتهدد هذا الذي يقول هذا ويستنكره كما ترون، ويستنكر أيضا قوله: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا يدل أيضا على عظم الجهل، تعظم الجهل، لأن الناس يعني يسهل عليهم أن يتعرفوا على ما في كتاب الله من خلال قراءة القرآن. يسهل على المسلم أن يقرأ القرآن كله في يعني وقت قليل، لكن قراءة السنة ودراسة السنة والبحث في السنة أمر صعب. فعند زيادة جهالة الناس يكون عندهم ميل إلى الكلام فيما يمكنهم الوصول إليه. فهذا المتكئ أو المضطجع والشبعان ما هو متفرغ لمثل هذه الأمور، فيكون يعني يغلب عليه الرغبة في مثل هذه الأقوال. واضح؟ كثير من الناس ينتقلون إلى مذاهب أهل الباطل وأهل الضلال بسبب المزاج الذي هم فيه. تجد مثلا المزاج المتثبط، المزاج الانبطاحي، يعني تجده يميل إلى قول المرجئة. تجد أهل المزاج المتشدد يعني العصبي يعني يميل إلى قول مثلا الخوارج. تجد أهل المزاج العقلاني المتكبر المترفع عن الآخرين يميل للقول المعتزلة، وهكذا كل يعني مزاج من هذه الأمزجة. فإذا حارب الإنسان هذا المزاج في نفسه أذابه بما في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من النور والحق ورجع. وهذا من هذا أعظم أجرا من الذي يكون يعني سهل المزاج ومبسط المزاج في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إبراهيم بن سعد حاء، وحدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. نعم، حديث عائشة هذا من أحاديث الصحيحين. ومن أحدث، ولفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا اللفظ ما ليس فيه، ورواية من الأعرابي ما ليس منه أيضا. وكذلك طبعا الحديث كما ترون أبو داود له فيه، هو محمد بن الصباح البزاز هذا أحد شيخيه، ومحمد بن عيسى هذا الشيخ الثاني له. فرواية محمد بن الصباح كما ذكر هنا وقال ابن عيسى، يعني أن رواية ابن عيسى كانت على صورة ثانية، وهي: من صنع أمرا على غير أمرنا فورد، على هاتين الروايتين. وهذا واضح، فأنه لا يحل لإنسان أن يحدث في دين الله ما ليس منه. وقد يعني جاء في القرآن ما يدل
يعني دلالة مجملة على هذا، مثل قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيه إشارة إلى أن الكلام في الحلال والحرام يحتاج إلى إذن. لذلك فإن أهل العلم قالوا الأصل في العبادات المنع، والأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة. الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة، هو الأصل في كل شيء أن يكون فيه المنع، لأن الحكم عن الله بالحلال الحرام ما يجوز. لكن الله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فدل ذلك على الإباحة فيما لا يتناهى مما لم يأتي الدليل على تحريمه رحمك الله. فالأصل في الأشياء الإباحة للأدلة الدالة على ذلك، وكذلك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذا التسخير الامتنان بالتسخير يدل على يعني لا يمتن عليهم بشيء منعهم منه. فالأصل في الأشياء الإباحة لدلالة الأدلة الدالة على الإباحة فيما لا يتناهى على وجه مجمل، فيكون الأصل فيها الإباحة. وأما العبادات فهي لأن فيها الأصل كلفة وليست الاستمتاع، بقيت على التحريم. ولذلك فإن العلماء يقولون هذا هو الذي ينبغي أن يعرف، أنه الأصل في أشياء الإباحة، الأصل في العبادات المنع. فمن أراد أن يقول لذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فقال هذه الصلاة تكون على الوجه الفلاني، عدد هذه الأعمال تكون على الوجه الفلاني، كيفية هذه العبادة تكون على الوجه الفلاني على غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذه العقيدة على الوجه الفلاني أن يعبد الله عز وجل في وقت معين ما وقته النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يجعل ذلك عبادة، أن يعبد الله في مكان معين يتعبد لله في عبادته في ذلك المكان على وجه لم يتعبد فيه النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان، كل ذلك لا يجوز، سواء كان في مكان أو زمان أو على صيغة أو بعدد معين وكيفية وعقيدة إلى آخره. كل هذه الأمور لا بد فيها من نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما لم يأتي من ذلك من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أنه قد أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهو رد، يعني مردود عليه. معلوم أن المردود من العبادات باطل ولا صحيح؟ باطل، والباطل محرم الباطل. لذلك ما يأتي واحد يقول إيش الدليل على بدعية هذا الفعل، إيش الدليل على بدعية أنه لا يجوز الصلاة بعد صلاة الجمعة أن صليها الظهر بعد صلاة الجمعة، ليس له ذلك، هذا يدل على جهله، لأن هذا باطل لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، ومجرد أن نعلم أنه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو باطل، وإذا كان باطلا فهو محرم، ثم هو محرم مغلظ، لأن المحرمات التي هي في الأمور منتفع بها مثل تحريم الخمر وإلى ذلك، هذه قضايا تتعلق بماذا؟ بما بينك وبين نفسك من التعامل، أو بينك وبين بعض الناس ربما من التعاملات المعينة، لكن فيما بينك وبين الله عز وجل من العبادات، يعني ما يتعلق بتحريف دين الله والتغيير عليه والتبديل عليه، الأمر مختلف. لأن الذي يأكل الحرام ويشرب الحرام من غير اعتقاد أنه حلال، هذا ما بدل في دين الله، بل هو يعترف بأن هذا حرام وربما يتوب من ذلك، وهو يشعر حين فعله بذلك بالذنب، بخلاف الذي يغير ويبدل على دين الله من خلال ابتداع في الدين ثم يقول أنا أتقرب إلى الله، فلا شك أن هذا المحرم مغلظ. أضف إلى ذلك أن الذي يرتكب المحرم، نعم قد يتبعه الناس في المحرم، وكل من اتبعه في المحرم سيستشعر أنه مذنب في ذلك، بخلاف الذي ينشر بدعة من البدع، فهو ينشر أمرا على أنه من أمر الله ويكون متبعا على ذلك من غير الشعور بالبدعة، حتى تكون طائفة كاملة من الطوائف تفعل ذلك، فيعني يكون يعني داعيا إلى الضلال. من الناس من يقول لا، البدعة هي أمر لابد يكون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، يعني ما كيف بدعة، يعني الصلاة كيف تكون بدعة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون بدعة، المولد النبوي ليش يكون بدعة مع أنه يعني عبارة عن احتفال ب مولد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، فكيف يجاب عن هؤلاء؟ لابد يكون في نهي يقول لك عن البدعة. وبعدين هذه الأمور كيف تقول مبتدع، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهذه صلاة، ذكر وهذا ذكر، ها ها
تفضل. المخالفة في الهيئة والجنس والسبب. أنت في تقول مخالفة، يقول لك لا هي مش هي زيادة. بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل، لنقول مثلا سبح 100 مرة، أنا بدي أسبح 70,000 مرة، إيش المانع؟ ها؟ أن الدين قد اكتمل، الله سبحانه وتعالى قد أخبر بذلك، ومن ادعى أن يوجد فضل أو خير في عمل لم يقم به الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يأمر به فقد ابتدع. بس سؤالي أنا معلش حتى نوضح، لو أن إنسانا منا الآن سبح 100 التي المنقولة ثم استمر في التسبيح مطلقا، يمكن يصل 70,000، يمكن يصل أكثر، إيش المانع؟ الآن لابد من أن نفرق بين أمرين، بين من يعمل العمل على شكل مطلق الأشياء التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، وبين تقييد المطلق. اللي أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام وأنت أطلقتها وعملت بها ما في مشكلة، واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستمر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو وصل 1,000 مرة 2,000 مرة 10,000 مرة بدون ما يعد، بدون ما يقول أنا بدي أسبح هذا العدد أو أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، ما فيها شيء. لكن المشكلة فيه أن تقيد المطلق أو تطلق المقيد. يعني مثلا لو واحد زاد على 33 تسبيحة اللي بعد الصلاة، قال أنا بدي أسبح 35 وأحمد 35 وكبر 35، أكمل الـ33 إيش فيها؟ بدعة، لأنك خرجت عما قيده النبي عليه الصلاة والسلام فأطلقته إلى ما هو أكثر منه، هذه بدعة وفيها اتهام لعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. الثانية أن تقيد ما أطلقه، فربنا عز وجل أمر بالتسبيح والتحميد، ونبينا عليه الصلاة والسلام حض على ذلك وحض على الصلاة عليه وحض على إلى آخره، ثم بعض هذه الأعمال جاءت مقيدة، واضح. وأما ما جاء مطلقا فأنت الآن مثلا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم العدد المطلوب ثم بدأت إيش تزيد، فإذا قلت أنا أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم في مثلا 1,000 مرة نقول لك لا ما يجوز. ليش؟ هنا السؤال يعني تتضح القضية. تفضل. تحديد في اليوم والوقت، يعني كل يوم، ما انه يوم على الجواب في الحادثة التي صح حديث سعيد بن المسيب لما رأى رجلا يصلي ركعتان الفجر ويطول فيهما السجود والركوع، فنهاه سعيد بن المسيب قال له يا ابا محمد. واضح الحديث. طيب نحن ذكرنا ان كتاب الله فيه أم لهم شركاء وشرعوا لهم في لهم من الدين ما لم يأذن به، يحتاج إلى إذن. يحتاج السؤال، لو أن إنسانا صلى الظهر 5 ركعات فيها أحد يخالف في أن هذا العمل باطل وأن هذا محرم؟ ليش؟ لأن هذا تم عندنا أشياء اتفقت الأمة عليها ما فيها خلاف، بل ربما تجد هذا الذي يخالف يقول لك هذا كفر. واحد يقول لي أنا بصليش بديش أصلي الظهر 4 ركعات صلي 5 ركعات، يمكن يكفرك هذا المبتدع. الشاهد من الكلام فتقول له ما الفرق بين هذا وبين التسبيح؟ سيقول لك تسبيح أمر مطلق. نقول له فأبقيه على إطلاق، لكن المقيد لا تطلقه. فإن أطلقت المقيد فكما أطلقت صلاة الظهر فجعلتها 5، واحد آخر سيجعلها 6، واحد آخر سيجعلها 7. وكذلك لو أنك قيدت المطلق، طالما أنك أنت اعتبرت العدد في الإطلاق والتقييد ابتداء فهو حجة عليك. ثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر جدا من البدع، وسيأتي معنا كثيرا ما كان يحذر من البدع، فلو كانت البدع أشياء نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما صارت بدعة، وإن كان قد يكون نهى عنها عليه الصلاة والسلام في الجملة، لكنها يعني لكن ما لم يحصل ولم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام هو أشد ابتداعا مما حصل نهى عنه، لأن ذلك يعني سيكون أكثر رواجا، أهل العلم يعرفون ذلك. يعني ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ظهر وبان واتضح، بينما ما لم يظهر ولم يبن ولم يتضح يعني إشكاله أكبر وشبهة فيه أعظم. يأتي واحد يقول لك طيب الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بلال رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أصلي
عندما أتطهر أصلي بذلك. وهذا الرجل مثلا الصحابي صلى وحمد تحميدة معينة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من القائل، وهذا كذا وهذا كذا. تفضل، إيش الجواب؟ كان زمن التشريع الصحابة يعلمون أنهم إذا فعلوا شيئا قدم أبواب الله سبحانه وتعالى أنه سينزل ذلك وحي. نعم، إذن كان هذا في زمن التشريع، وهذه الزيادة منهم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمكنه أن لا يقرها، لكن يمكن أن لا يقرها، يعني ليس كل زيادة. الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا زيادة، يعني بدل ما مثلا الصيام قال لك أنا أطلق الصيام، وهذا القيام قال أنا أطلق القيام، النبي صلى الله عليه وسلم انتقدهم. يعني هو لم يقر كل أحد فعل في زمنه، وإنما أقر البعض وأنكر البعض. ومعلوم أن التشريع منهما هو قول ومنهما هو فعل ومنهما هو إقرار. هؤلاء أقرهم وانتهى وانقضت انقضى الوحي، انتهى الوحي ورفع الوحي، لا يوجد الآن تشريع جديد. أنت تشرع ولا إقرار، لا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل منه ولا إقرار منه، فأنت تشرع في دين الله. وهذا الصحابي ما شرع، الصحابي فعل أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أقره صار هذا من الدين. أنت الآن كيف ستفعله من الدين؟ كيف ستجعله من الدين؟ كذلك أفعال، كذلك إنكار الصحابة وإنكار التابعين ومن بعدهم، هذا أمر معروف. ابن مسعود رضي الله عنه كم أنكر على الناس الابتداع في الدين، مثل هؤلاء الذين كانوا يسبحون في المسجد، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يسبحون، وعليهم رجل يقول سبحوا 100 وهللوا 100 وكبروا 100، فلما دخل عليهم قال إن إما أنكم أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يبلغه. قال الراوي فرأيت عامتهم يطاعنون المسلمين في النهروان. هذه بداية البدعة، بداية البدعة. كثير من الناس تكون بدايته إيش؟ يسيرة. ثم بعد ذلك، على كل حال الكلام في هذا الموضوع يعني واسع، لكن الأمان على الديانة بلزوم السنة، وأما المخاطرة بالديانة، المخاطرة بالدين بأن يخرج الإنسان عن السنة ويقول أنا أريد أن أضيف، هذه إضافة كارثة، هذه إضافة اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه هذا لو كان من الدين كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك مالك قال من ابتدع بدعة رآها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وابن مسعود رضي الله عنه يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، لأن بعض الناس لا يقنع بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لا يقنعون بذلك، يقول لك هو كل بدعة ضلالة، ومع ذلك يفرقون بين بدعة وبدعة. وبعضهم يجعل بعض البدعة واجبة، يقول لك البدعة تنقسم إلى 5 أقسام، واجبة ومستحبة ومباحة، إيش هذا الكلام؟ ثم يقول لك بعض العلماء قال أتجعل قول العالم يعني في مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيعقل أن إنسانا يعني عنده أدنى مسكة عقل يفعل هذا؟ نعم ذاك عالم أخطأ، لم نقل إنه أجرم ولم نقل إنه، ولكنه أخطأ. طيب لكن أنت ما الذي يجعلك تتابعه على ذلك مع علمك بأن هذا الكلام غلط وهذا الكلام خطأ؟ أيكفي أن يكون العالم أخطأ حتى نخالف النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكلام في هذا الموضوع الصحيح أنه واسع. نعم. يعتمدون على مقول الترك، إيش؟ بعضهم يعتمد على مقال ترك لا يعني التحريم. بس نحن نتكلم، ما نتكلم عن التحريم، نحن نتكلم على العبادة. نعم الترك من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني التحريم في أمور الأعيان المنتفع بها، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء مثل تركه لأكل الضب لا يعني التحريم، لكن هذا ليس له علاقة في العبادات. وإلا العبادات واضح، عمر بن الخطاب لما قبل الحجر أوضح هذه القضية، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. لو ما رأى علم التحريم، يقول أنه لو النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الحجر يحرم، لأن ترك تقبل الحجر إذن يحرم. الترك في العبادات يدل على التحريم، إلا إذا كان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك لعدم المقتضي. بعض الأشياء
لا تكون بدعة إذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم لعدم المقتضي، مثل يعني قصة أويس القرني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم من أمداد اليمن، الحديث في ذلك الوقت ما جاء، ولذلك ما عمل به أحد، تركهم للعمل به لانتفاء إيش المقتضي أو لعدم المحل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد، حدثني خالد بن معدان، حدثني عبد الرحمن بن عمرو السدري وحجر بن حجر. قال وحجر وحجر بن حجر هذا أظن حجر وحجر بن حجر. قال: أتينا العراق بن سارية وهو ممن نزل فيه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العراق: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، ما في عندك كل ده. هذا الحديث إسناده فيه أولا عبد الرحمن بن عمرو السلمي، ويعني قال فيه ابن حجر مقبول، لكن أورده ابن حبان في الثقات يعني توثيقا له، وروى عنه جمع، فهو حسن الحديث. أما شيخه وهو حجر بن حجر فهذا لم يروى عنه غير عبد الرحمن هذا، وروى عنه آخر قال إيش هو مقرون به ليس شيخه. أي وحجر بن حجر هذا الثاني ليس شيخه، والمقرون به أقصد حجر بن حجر هذا روى عن خالد بن معدان وحده، يعني لم يروي عن غيره. حجر بن حجر روى عن خالد بن معدان ولم يروي عن غيره، ومثله إيش قلنا فيه يكون مجهول العين. قال في ابن حجر أظن مقبول، لكنهما يتقوى أحدهما بالآخر، والحديث له طرق فهو حديث صحيح بلا شك. وفيه أن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال هو من الذين قال الله فيهم أو مما نزل فيه: ولا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني هذا من مناقبه هذه الآية. يقول: فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض ثم ذكر الحديث، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة بليغة، وفي هذا الدليل على أن الذي يريد أن يكلم الناس لابد من أن يعتني بأن يسمعوه. بعض الناس يتكلم غير معني، سمعوا ما سمعوا ما يهتم، لا هذا كلام غير صحيح، لابد أن يعتني بأن الذين يحضرون يسمعون. فلما أراد أن يعني أن يبلغ في الوصية وكذا أثر فيهم من خلال موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا أو فأوصنا؟ وهم يعني يدركون ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. معلوم أن وصية المودع الإنسان الذي يريد أن يودع يعني لا شك أنه يكون مهتما بمن يعني سيوصيهم، بأن يوصيهم بأهم ما يحتاجون إليه. يعني تصور نبي من أنبياء الله، لو أن إنسانا كان حكيما من الحكماء وليس نبيا، وقلنا له في آخر لحظاتك نريد وصية للناس بعدك، ها إيش راح يقول لهم؟ دير بالكم الخبز ما ينقص في البيت، لا طبعا لابد يكون وصيته في إيش؟ في أشد ما يحتاج منه، اللي هو حكيم من الحكماء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كيف ستكون وصيته؟ لا شك أنها ستكون في أحوج ما يحتاج إليه الناس، على يعني تحدر الزمان والقرون إلى يوم القيامة.
فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، وهذا الأول، لأن الإنسان هذه مقدمة كل هذه الأمور، والسمع والطاعة. وإن عبد حبشي في كان نسخة، وفي وإن عبدا حبشيا، ليش؟ لأن الأصل أن الخليفة يكون من بني هاشم، الأصل يكون من قريش، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في خلافة سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى في هذا، الأصل تكون في قريش، ما يأتي واحد عبد حبشي يتخلف على الناس يصير هو خليفة. لكن لو كان هو خليفة، لو كان هو خليفة، وكذلك العبد الحبشي شكله ربما يكون غير مقبول عند الناس إن يكون هو الخليفة، ها؟ وعبد يعني مملوك لغيره، والمملوك ومنافع العبد ملك لغيره، يعني هذا المالك لهذا العبد، كيف العبد يأمر الناس؟ الشاهد من كلام أن مثل هذا لا يجوز أن يولى، لو فرض، وهذا لا يعني أنه يجوز، لكن لو فرض أنه تولى على الناس عبد حبشي لوجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، يعني مهما كانت الأسباب وكان الذي يتولى عليك مسلم يجب عليك أنك إيش؟ أن تسمعه وتطيع. وإن عبدا حبشيا، وفي جاء حتى في بعض الألفاظ رأسه كالزبيبة، فإنه يعني كأن يعني كأنه لسان الحال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل هذا قال فإنه من يعش منكم، نعم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأن لسان الحال يقول أنه إذا عاش الإنسان ووجد الخلاف الكثير، طالما الناس ستتفرق لن تتمسك بأول الوصية واختلفوا، فماذا أنا أفعل؟ الناس ما تمسكت وتفرقت واختلفت، هذا يقول كذا وهذا يفعل كذا، أنا ماذا أفعل؟ قال فعليكم بسنتي، يعني هنا الاعتصام بالسنة والتمسك بالسنة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن هؤلاء فهموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينتج عنهم مما تجمع الأمة عليه هو سنة أيضا، كسنة عمر في تجنيد الجند وفي الديوان وفي في صلاة التراويح. فلو ما فعل ذلك كيف نعرف نحن أن هذه سنة مؤكدة؟ واضح؟ نحن ظننا أو يمكن أن يظن كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح إلى ما لا نهاية، إلى ما يعني انتهت القضية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الناس يصلون صلاة التراويح، يصلونها في يعني صلاة قيام رمضان يصلونها جماعات متفرقة، يصلي هذا لجماعة وهذا لجماعة، كل واحد يصلي لنفسه. فلما كان يصلي عليه الصلاة والسلام في المسجد يأتون يصلون يجتمعون عليه، ولما رأى اجتماعهم وعجبه اجتماعهم خشي أن تفرض عليهم فترك الصلاة عليهم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر كانت خلافته يعني سنتان وبعض الأشهر، وانشغل في ذلك في قتال المرتدين وإلى آخره، يعني في أمور هذا ما كان يتيسر له، وإنما يعني مر عليه رمضانان فقط. جاء عمر وعمر عاش، عمر مكث يعني مدة كافية في يعني تثبيت دعائم الملك وتثبيت دعائم الخلافة وكذا، وكذلك كان عنده مجال العمل فيه، ومع ذلك لم يتفرغ هو أن يصلي بالناس، أن يجمع الناس عليه ويصلي، لأنه بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان حمله كبيرا، ما كان أحد يشعر بذلك الحجم من الحمل إلا بعدما توفي عليه الصلاة والسلام، فتوزع الحمل على الناس فلم يستطيعوا أن يحملوه مجتمعين، يعني حمل النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا أن يحملوه مجتمعين، فتوزع عليهم على سنين حتى يستطيعوا أنهم إيش يكملوا الطريق. فعمر رضي الله عنه بعد مرور فترة من زمانه رأى أن يعيد الناس إلى ما كان عليه الصلاة والسلام عليه من قيام رمضان، فصارت سنة من سنن الخلفاء الراشدين، لكنها مبنية على فهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك سنة عثمان في قضية الأذان الأول، أنه لما الناس تتفرق في الشعاب وتتفرق في العوالي والمناطق البعيدة، إذا لم يؤذن فيهم الأذان الأول لم ينتبهوا يفوتهم اغتسال الجمعة، وربما يعني يؤذن الأذان الثاني وهم ما زالوا في صنائعهم وفي أشغالهم كذا، فيكون هناك تنبيه قبل ذلك. أما إذا لم نحتاج إلى ذلك فنعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت، وإذا احتاجنا إلى ذلك نأتي سنة عثمان، وبالتالي كل سنة من هاتين السنتين لها وقتها وحالها.
فكانت هذه سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ثم قال تمسكوا بها، ما قال تمسكوا بهما، لأنهما يعودان إلى إيش؟ إلى سنة واحدة، سنة المشرع عليه الصلاة والسلام وسنة الذي فهم ومضى على تلك السنة وهم الخلفاء الراشدون. ومعلوم أن ما جرى على ألسنة أولئك الخلفاء الراشدين من السنن أقره من كان معهم من الصحابة، فصار أمرا متفقا عليه، بخلاف ما يأتي بعد ذلك من أفعال بعض الخلفاء وأفعال بعض الملوك والأمراء وغير ذلك، فإنه لا يعني لا يجري مجرى السنة. أولا لأنهم ليسوا في الهداية والرشد، يعني الخلفاء الراشدين المهديين ليسوا في الهداية والرشد مثلهم، ثانيا ليسوا من أهل الإجماع، لا يجمع الناس على أعمالهم وأفعالهم، وإنما فقط هذا الكلام خاص في الخلفاء الراشدين. ثم قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا فيه قوله عليكم وقوله تمسكوا بها وقوله عضوا عليها بالنواجذ، كل هذه من التوكيدات على التمسك. بعد ذلك يأتيك رجل ويقول لك يعني ما في، يعني ليش بتشددوا على الناس بدعة ولا؟ طيب لماذا قال؟ لماذا هذه وصية المودع، يعني هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم مودع، ماذا تفعل في هذه السنة طالما هذه الوصية؟ ثم تدعي أنك تحبه، تقول أنا من حب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتترك أهم وصية من وصايا عليه الصلاة والسلام، ها؟ بل هذا النوع من المبتدعة، أولا تجده إذا رأى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقيمها الذين يتبعون السنة يغضب، لا يرضى، وإذا رأى بدعة مما يعني ينكره أهل السنة يغضب، إذا رأى صاحب السنة هيئة صاحب السنة تغضبه، إذا رأى لباس السنة يغضب، لا يعجبه ذلك، يغضب جدا، لو تمكن أنه يكتب إلى ذوي السلطان فيه ويسجنه حتى يخلص من هذا المنظر، أي حب هذا؟ لو كان عنده حب محمد صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي لكان أتبع الناس له، وانظر الصحابة كم كانوا يتبعونه وكيف حريصين عليه وكيف. أما هذا الذي يريد أن يبتدع في الدين هذا لا يحبه، اللي يقيم ما يسمى بالمولد النبوي فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من إما من جهله وإما من خبث طويته، أما جهله فلأنه لا يعلم أن هذا اليوم لم يثبت أنه ولد عليه السلام، لكنه ثبت أنه توفي فيه، فإنشاء الفرع في هذا اليوم هو محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إما أن يكون جاهلا مثل عامة الناس أو يكون عالما بذلك ولكنه كتم العلم فهو ممن كتم العلم، وإما أن يكون عالما بذلك محادا لله ورسوله فهذا لخبث الطوية فيه، نسأل الله العافية والسلامة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الآن ذكر لك ما هو واجب عليك أن تفعله وحذرك التحذير الشديد، وإياكم، ما قال لا تفعلوا مجردة، وإنما قال وإياكم ومحدثات الأمور، ثم بين قبح هذه المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. يأتي واحد يقول لك لا مش كل بدعة، معلش يا شيخ مش كل بدعة. طيب يا جماعة أنا ماذا قلت؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذكر مرة كان عندي درس أول مجلس لنا في هذا المسجد نقرأ حديث من بداية كتاب في باب الإخلاص، فقرأنا حديث أنه من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. واحد قال يا شيخ معلش يعني لو أن إنسان قاتل بتعرف العمليات الاستشهادية، قلت والله أنا ما جيت، أنا أذكر حديث الآن وأنا مع الحديث، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال يعني هذا هؤلاء المنتحرين؟ عجيب. طيب أترك الحديث وأخذ بكلامك، ماذا تريد؟ حدد يعني ما الذي تريده. فلاحظ أن بعض الناس يحاد الله ورسوله من حيث لا يشعر، يريد أن ينصر مخلوقا من المخلوقات، يمكن يكون من أضل خلق الله، يمكن يكون عنده شيء من الخير فيحارب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني لماذا؟ وواحد آخر يقول لقد حجرت واسعا. يا جماعة إيش يعني؟ أكمل الحديث ولا أمشي؟ يعني أسكر الكتاب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إيش المشكلة؟ فيه مشكلة في الحديث؟ حديث صحيح الحمد لله، خلاص إحنا نأخذ بالحديث ثم أنت قل ما تشاء، الشاهد من كلام
يأتي يقول لك أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي أحب النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نزلت آية في كتاب الله، قال الحسن البصري امتحن الله تعالى الناس بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا امتحان، أنت متبع ولا مبتدع؟ لا تقول لي أنا أحبه وأنا مبتدع، ما تصلح، ما تأتي. وكل بدعة ضلالة، فمن قال إنها أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة فيراجع دينه، يراجع عقيدته. يأتيك مثلا واحد آخر يضل للناس يقول لك لا، مو حديث من سن سنة حسنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتدع. وعندما نأتي إن شاء الله تتكلم عليه، لأن الجواب عليه سهل إن شاء الله تعالى. هذا الحديث بقي معنا حديث واحد حتى نغلق الباب. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا سليمان يعني ابن عتيق عن طرد بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات. نعم، يعني هذا الحديث وإن كان بعضهم قال إن يعني مناسبة غير ظاهرة في قضية التمسك بالسنة، لكن الحقيقة أن المتنطع هو شخص جاوز الحد، إما بالاستقصاء والاستلام والتفحص أو غير ذلك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما أمرنا باتباع السنة أمرنا بالاقتصاد فيها، بعدم الزيادة عليها، والزيادة عليها مجاوزة. فيمكن أن يستدل بهذا الحديث أن من تجاوز السنة بالفعل أو بالقول فهو متنطع. واضح؟ يعني يقول أنا ما يعني قضية أني أنا أكتفي ب 33 تسبيحة هذه، يعني خلينا نكملها للمية، يعني 35 ونزيد لنا شوي، ها؟ هذا تنطع. اكتفي يا أخي، اقنع بالسنة. الذي لا يقنع بالسنة في قلبه مرض، فيه شبهة، فيه مشكلة، هناك خراب في النفوس. اقنع، اكتفي بالسنة. جاء في السنة ما هو أقل من هذا أيضا، فيعني كيف ستقنع بالأقل؟ إذا كنت هذا الذي هو الكمال لا تقنع، كيف تقنع بما هو دون ذلك؟ وهكذا يقول لك يعني والله أنا يعني قضية أنه سنة الفجر مثلا يعني صلي ضل من بعد أذان الفجر إلى وقت قامت الفجر وأنا جالس لا أصلي، أنا أصلي. الحديث اللي ذكره أخونا أنه قام رجل يصلي بعد ما صلى سنة الفجر فأنكر عليه ابن سيرين فقال يعني أخشى أن يعذبك الله، قال يعذبني لأني أصلي، قال يعذبك على البدعة، مش على الصلاة، على البدعة، أنا بدعة في دين الله. وإذا يمكن أن يقال أن هذا الحديث يفهم منه هذا الجانب. وعلى كل حال القليل من الكلام لمخلص صادق في التنبيه على الاقتصاد في السنن وعدم الزيادة عليها يكفي. ومن لا يقنع بدليل صحيح واحد لو أتيته كما أخبر الله عز وجل بكل آية ما تبعوا قبلتك، هذا واقع هؤلاء القوم، لو جئتهم بكل آية ما تبعوا حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله العافية والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.